المقاومة لا تتعارض مع العمل الحقوقي. يعني لما مثلا يقول أن الحركة حركة البحرانيين تطورت في المحافل الدولية، وأن الحركة الحقوقية نشطت بشكل كبير ووصلت إلى علاقات قوية وطيدة مع المنظمات ومع الحقوقيين، وأن المقاومة ربما يعني تعثر العمل الحقوقي وتحدث فيه نوعا من الإرباك، هذا مو صحيح. العمل الحقوقي ليس له علاقة بالمقاومة أبدا. يعني أضرب لكم مثال وما أحتاج أطول في هذه النقطة. يعني لو إحنا نفترض أن في المنام وقعت حادثة تسميها السلطة إرهابا ويسميها البعض عنفا، زين، ونسميها نحن مقاومة، هذا ما يعطي مبرر للنظام أنه يعتقل الأطباء مثلا، زين، ويحاصر مستشفى السلمانية ويعتدي ويعذب المصابين مثلا والأطباء، لأن في المنامة وقع حادث إرهابي أو حادث عنفي هنا وهنا. ما له علاقة، انتهاك حقوق الإنسان مجرم تحت أي مبرر. كل العالم انتفض على سجن غوانتانامو الذي يرزح فيه المعتقلون الذين ينتمون لتنظيم القاعدة، كلهم إرهابيون مقاتلون، يعرفهم العالم أنهم متورطين في أعمال إرهاب، لكن كل العالم وقف ضد تعذيبهم في داخل السجون. فانتهاك حقوق الإنسان شيء، والدفاع عنه شيء، والمقاومة شيء آخر، لا تتعارض ولا تتضارب معه.